ثم قال رحمه الله في ذكر الشبهة الخامسة: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله. وأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال ذلك. طيب، هذه الشبهة الخامسة، وهي رجوع إلى موضوع الشفاعة. قد ذكرنا لكم أن الشفاعة هي أعظم ما يعتمد عليه المشركون في تسويغ الشرك والوقوع فيه. والشفاعة من الشفع، وهو الزوج، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالشفاعة هي التوسط لجلب نفع أو دفع ضر عن الغير لأجله. يعني لأجل ذلك الغير. والشفاعة تثبتها أهل السنة والجماعة، للنبي صلى الله عليه وسلم، وللملائكة، وللصالحين، وللأنبياء. وأعلى الخلق نصيبا في الشفاعة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون له صلى الله عليه وسلم شفاعات لا يشركها فيه لا يشركه فيها غيره، وشفاعات يشركه فيها غيره. والشفاعات التي يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره له منها النصيب الأعلى الأوفى، وهذا فيه أكبر رد على هذا المبطل، إذ أنه شغب على الموحدين بقوله: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فالجواب بعدما سمعتم أن الموحدين لا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يثبتون له أكمل الشفاعات، فلهم شفاعات لا يشركه فيها غيره، وله شفاعات يشركه فيها غيره، إلا أن له منها النصيب الأعلى والحظ الأوفى. فما الجواب على قول على ما قال؟ قال الشيخ رحمه الله: فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع والمشفع وأرجو شفاعته. إذن فيه إبطال لشبهته. الآن نأتي للرد عليه على ما اعتمد عليه في وقوع الشرك، بعد أن قررنا أن الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، نرد عليه من جهة تعلقه بهذه الشفاعة، وأن إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسوغ التوسل به ولا صرف أنواع العبادة له صلى الله عليه وسلم. فنقول: لكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا،
وهذا فيه إثبات الشفاعة لله سبحانه وتعالى وأنها ملكه وأنها له دون غيره. وهذا يبين لك أن الشفاعة محض فضل من الله سبحانه وتعالى على الشافع والمشفع فيه، لا كما يفهمها المشركون من أنها حق للشافع، بل هي محض حق، بل هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل ذكره: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا كانت الشفاعة له سبحانه وتعالى وهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه، فيأذن للشفيع ويأمره بأن يشفع في المشفوع فيه، علمنا بذلك أنه لا وجه لسؤالها من الشفيع، بل الواجب أن تطلب من الله وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة. لذلك قال رحمه الله في بيان معنى أنها له سبحانه وتعالى: ولا تكون إلا من بعد إذنه. فهي لا تكون إلا من بعد إذنه وأمره، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنفى الله سبحانه وتعالى أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وهذا أحد شرطي الشفاعة، إذن الله سبحانه وتعالى. والثاني قال: ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا فيه الشرط الثاني من شروط الشفاعة، وهي رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفع فيه، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأظهر من هذه الآية في الدلالة على أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد ما روي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي هذا أن أسعد الناس وأحظهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله. فبالتالي إذا كانت الشفاعة كلها لله تعالى، فهل يسوغ طلبها من غيره؟ لا. ولذلك قال رحمه الله: أطلبها منه وأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. وفي هذا غاية التوحيد والإقبال على الله تعالى والإخلاص له، فإنه بيده الخير لا يسأل إلا منه. ثم قال في ذكر الشبهة السادسة: فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا. أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا. هذه السادسة. فإن قال النبي أعطي الشفاعة. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون.
أتقول إن أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. أنتم ترقبون الشبهات أخوان؟ هذه الشبهة السادسة، وهي قوله فإن قال النبي أعطي الشفاعة وأنا أطلبها وأنا أطلبه مما أعطاه الله. واضحة الشبهة؟ هي أنه زعم أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن إعطاء الله سبحانه وتعالى نبيه الشفاعة يسوغ طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم كطلب أي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في لما كان حيا كان يطلبه الصحابة المال، لأن والمال قد أعطاه الله إياه، وكذلك الشفاعة أعطاه الله إياها وأنا أطلبها منه. والجواب على هذه الشبهة ما قاله الشيخ رحمه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، أعطاه الشفاعة ولا شك، كما ثبت ذلك في الأحاديث الكثيرة، ونهاك عن هذا أي نهاك عن سؤال الشفاعة من غيره، فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل غيره. فدعاء غير الله سبحانه وتعالى والطلب منه نهى الله سبحانه وتعالى وطلب الشفاعة منه نهى الله سبحانه وتعالى عنه في هذه الآية فلا تدع مع الله أحدا. وأحدا نكر في سياق النهي فتعم كل أحد، والدعاء الذي نهى الله عنه في هذه الآية هو دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة. قال ابن تيمية رحمه الله كل دعاء ذكره الله سبحانه وتعالى عن المشركين لأوثانهم فإن المراد به دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة. فقد نهى الله سبحانه وتعالى هنا عن الدعاء الذي كان يفعله الجاهليون، وهو دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة. فلا يجوز طلب الحوائج من غير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه الثاني في الجواب على هذه الشبهة. فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. فسؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعطيها سبيل لسؤال الملائكة الذين أعطوا الشفاعة، وسبيل لسؤال الصالحين الذين أعطوا الشفاعة، وبالتالي يقع العبد فيما وقع فيه المشركون الأوائل الذين عبدوا الملائكة والجن والصالحين بدعوى ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى، وبدعوى يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقد تقدم بطلان هذا. فدل عدم جواز سؤال الشفاعة من الملائكة مع أنهم أعطوها ومن الصالحين مع أنهم أعطوها أنه لا يجوز سؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، مع إثباتنا أنه صلى الله عليه وسلم قد أعطيها. ثم قال وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فيقر لنا بأنه لا تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم مع إثبات
مع إثباتها له وأنه قد أعطيها. وهناك وجه أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب على هذه الشبهة في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، ذكر رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الملائكة يشفعون ويدعون للمؤمنين، والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى الآيات التي تليها. ففي جميعها الدعاء للذين تابوا والدعاء للمؤمنين والاستغفار له. فإثبات دعاء الملائكة من هذه الآية لم يجعل سؤال الدعاء منهم مشروعا، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن القرون المفضلة أنهم سألوا الملائكة الدعاء، فدل ذلك على عدم جواز مشروعية سؤال الدعاء أو الشفاعة ممن أعطيها، بل لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا تسقط هذه الشبهة. وننتقل إلى الشبهة التي بعدها. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ طيب، الشبهة السابعة تبتدئ بقوله فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، وعد له مرة ثانية، وها يعني الله يعين عنها مشبه، أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. قبل قليل ماذا قال؟ الالتجاء إلى الصالحين ليس عبادة، وأثبتنا له أنها عبادة، وأن صرفها والقاعدة أن صرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله فهو شرك. الآن عاد وقال ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك، وهذا من طول نفس الشيخ رحمه الله في الجواب على المشبهين. إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. الذي وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري، حقيقة لا يدري. إذا كان يقول إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك فهو لا يدري ما الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وذكر أنه لا يغفره. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ لا والله، لا يحرم الله شيئا علينا إلا بعد أن يبينه ويوضحه، إما في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما حرمه الله سبحانه وتعالى على الناس الشرك به، ولذلك جاء الكتاب كله في تقرير التوحيد كما قال ابن القيم رحمه الله، فهو إما أن يكون يعني آيات الكتاب إما أن تكون بيان للتوحيد أو بيان ونهي عن ضده أو بيان لحقوقه أو بيان لجزاء من حققه أو بيان لعقوبة من خالفه،
فالقرآن كله في بيان التوحيد الذي ضده الشرك، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فالله سبحانه وتعالى بيّن التوحيد والشرك في كتابه أعظم بيان. والشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هو تسوية غيره به بإيش؟ في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. والشرك الذي نتكلم عليه هنا هو شرك الإلهية، الذي هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. وقد تقدم معنا قبل قليل أن الدعاء عبادة، فأجر القاعدة صرف العبادة لغير الله يؤدي إلى أي شيء؟ إلى الشرك. هذا صرف الدعاء لغير الله فهو واقع في الشرك. ولذلك لم يفصل الشيخ رحمه الله في الجواب على هذه الشبهة، لأنه قد تكلم عليها فيما مضى، يعني في الشبهة التي ذكر فيها المشبه أن الدعاء ليس بعبادة. ثم انتقل إلى شبهة أخرى فقال، فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر؟ طيب ما شاء الله. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو كما في قوله تعالى، الحقوها، كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، الآية الحاشية. طيب وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل: صدق. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق. فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. نعم، هذه الشبهة هي قريبة من الشبهة التي تقدمت في الشبه الكبار، وهي التفريق بين عبادة الأصنام وعبادة غيرها. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. إذن مفهوم العبادة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هنا أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر ليس مستقيما وليس سليما، إذ أنهم لا يعتقدون ذلك. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر عنهم أنهم كانوا يقولون عندما يسألون: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار والآيات، فسيقولون الله. فكانوا يقرون لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية. لأن نقف على هذه الشبهة ونتكلم عن قدر. طيب، وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله، فقل: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو مطلوب. والذي بينه القرآن في تفسير العبادة هو أنها
كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله، وأن لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى وحده دون غيره. فهذا الذي يدل عليه القرآن في معنى العبادة، وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والمشركون الأوائل وورثتهم من مشركي الأزمان المتأخرة يستهزئون بكل من دعا إلى التوحيد ويسخرون منه، بل ويصيحون بأعلى أصواتهم قائلين: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وما ذلك إلا أنه كبر عليهم أن يتوجهوا بالعبادة لله وحده سبحانه وتعالى، وإلا فلازم إقرارهم بأن الله هو الرازق وأنه لا يرزق غيره وأنه لا يملك غيره ولا يدبر غيره ألا يصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى دون غيره. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، فالجواب إذن هذه شبهة زائدة، هذه الشبهة التاسعة وهي قولهم إن المشركين إنما كفروا بنسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يكفروا بالتوجه إلى الصالحين وإلى الملائكة وإلى غيرهم ممن زعموه يقربونهم عند الله. فالجواب عن هذه الشبهة ما ذكره الشيخ رحمه الله، إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفر. ووجه الدلالة في نفي نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في قوله: لم يلد ولم يولد، وكذلك في قوله: الأحد، فهو لا يحتاج إلى ولد، وفي قوله: الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، والنص في نفي الولد عنه سبحانه وتعالى في قوله: لم يلد ولم يولد. فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد السورة وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. جعل سبحانه وتعالى الكفر هنا في هذه الآية، الكفر الذي وقع أو الخطأ الذي وقع فيه المشركون، أنهم جعلوا لله شركاء الجن واخترعوا له واختلقوا بنين وبنات بغير علم. يقول رحمه الله: ففرق بين الكفرين، بين الكفر بنسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، وبين الكفر بإشراك معه غيره في العبادة. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. إذا استدل الشيخ رحمه الله على إبطال هذه الشبهة بأن هذا القول كفر مستقل ولو لم يضف إليه الشرك بالله سبحانه وتعالى. واستدل لهذا بقوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، فذكر
نوعي الكفر في هذه الآية، ثم استدل بواقع المشركين، فإن من المشركين من كان يعبد غير الله ولا ينسبه أو ولا يدعيه ولدا لله سبحانه وتعالى، كما كانوا يعبدون اللات ولم يقولوا إنه ابن الله، وكما كانوا يعبدون الجن ولم يقولوا إنهم أبناء الله أو أولاد الله. يقول وكذلك أيضا، يعني في الاستدلال على أن نسبة الولد لله تعالى كفر مستقل، العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ولو لم يشرك معه ذلك الولد، ولو لم يشرك غيره في العبادة، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. ثم قال رحمه الله: وإن قال في الاستدلال على شبهته: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا يستدل به على جواز دعائهم وسؤالهم وطلب الشفاعة منهم، وهذه الشبهة العاشرة. فقل: هذا حق، هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون. هذا حق، ما ذكرته من أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حق نثبته لوروده في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يسوغ عبادتهم ولا صرف العبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى. ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله، يعني لما أنكرنا عبادة الأولياء لم ننكر فضلهم ولا منزلتهم ولا مكانهم ولا ما أعده الله سبحانه وتعالى لهم، إنما أنكرنا صرف العبادة لهم دون الله. ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ثم قال رحمه الله: ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.